وللمزيد حول ربط صرف الأونروا للمساعدات بتغيير بعض المناهج الفلسطينية، ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الصحفي الفلسطيني عبد الله الحمارنة. أهلا بك سيد عبد الله، بداية كيف تقرأ ربط مساعدات الأونروا بتغيير بعض المفاهيم في المناهج الفلسطينية؟ ما الهدف من ذلك؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم. ربط المساعدات بتغيير المفاهيم في المناهج الفلسطينية هو محاولة من الاتحاد الأوروبي وأمريكا للعبث بالذاكرة الفلسطينية عبر التدخل بالمنهاج الفلسطيني. الهدف الرئيسي من هذا التدخل هو تزوير الرواية التاريخية الفلسطينية للقضية لضرب وعي الأجيال الصاعدة، وهذا أمر خطير لا يجب التسليم به، كما أنه يأتي ضمن إطار حملات تحريضية واسعة على اللاجئ الفلسطيني وحقه في العودة منذ سنوات سابقة، وهذا خضوع كبير للولايات الأمريكية التي تبتز الأونروا ماليا. يأتي ذلك طبعا شيء معروف لتسويق شروط دولة الاحتلال التي تنضح بمناهجها بالأساس بالعنصرية والكراهية وتزوير التاريخ. نعم سيد عبد الله، يعني كيف ترى توقيت هذه الطلبات من حماس في ظل حبس المساعدات من جهة الاحتلال، ومن الجهة الثانية عدم تقديم السلطة مساعدات للمقيمين في قطاع غزة؟ هذا كله يأتي في ظل تشديد الكفار على سكان قطاع غزة، أيضا جزء لا يتجزأ من المحاولات الأمريكية المدعومة من دولة الاحتلال لتفصيل قضية اللاجئين من خلال إنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وهذا يأتي نداء أطلقته بعض الشخصيات في دولة الاحتلال بأنه لا يجب أن يكون هناك مؤسسة دولية ترعى اللاجئين، لأنه أصلا لا يعترفون بشيء اسمه لاجئين. الأمر الثاني هو الرابط يعطي مجال واسع للإدارة الأمريكية للتدخل في كل تفاصيل عمل الأونروا ماليا وإداريا وخدماتيا. هذا يضرب استقلال المؤسسة الدولية التي تعهدت بأن تكون حيادية وألا تتدخل في رسم السياسات والاستراتيجيات للمكان الذي تعمل به. إلى سؤال جديد الآن سيد عبد الله، يعني حماس في المقابل تقول إن الهدف التحريض على اللاجئين، حبذا لو توضح لنا ما الرابط بين منع المساعدات من جهة والتحريض على اللاجئين من جهة أخرى؟ نعم، هذه قضية مهمة جدا. المنع يأتي في سياق تكريس الرواية الاحتلالية بعدم أحقية تحرير الفلسطينيين لأرضهم في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه القضية من عدة نواحي. هذا ابتزاز سياسي لا يليق بمؤسسة دولية تدعي أنها ترعى حقوق الإنسان والديمقراطية وتهدد أنها تكون حيادية، هذا أمر مهم جدا. الأمر الثاني، هذا يأتي كتهديد لاستمرار خدمات اللاجئين وتعهدها بأن يعود تقديم خدماتها حتى يعود الفلسطينيين إلى بلادهم، ويغير من دور ووظيفة الأونروا التي أنشئت من أجل إغاثة وتشغيل اللاجئين. إلى السؤال الأخير الآن، يعني إلى أي مدى ترى أن الوضع الدولي والإقليمي وعمليات التطبيع التي جرت كلها تصب في تغيير الأوضاع في فلسطين في خانة تبريد القضية الفلسطينية لمصلحة الاحتلال؟ هناك نقطتين مهمتين في هذا المجال على عجالة. تعمل دولة الاحتلال على تغييب روافع مهمة لإبقاء القضية الفلسطينية محورية في وعي الشعوب العربية والإسلامية. أهم هذه الأدوات هو التطبيع، يسعى القائمون عليه لتجفيف الارتباط بين المواطن العربي وقضيته المحورية اللي هي القضية الفلسطينية، بالتالي يخف الضغط عن الاحتلال باعتباره مسببا رئيسيا لكل مصائب وآلام الشعب الفلسطيني. النقطة الثانية وهي الأهم، التطبيع يحاول كسر حاجز أن الأمة العربية تتعامل مع دولة الاحتلال ومشروعها على اعتبار أنه تهديد استراتيجي ودائم للأمن العربي وليس فقط للقضية الفلسطينية. هذا يستدعي بناء استراتيجية شاملة بعيدة المدى لاحتواء المشروع الاحتلالي ومحاصرته وصولا إلى إنهائه بشكل كامل. من قطاع غزة كنت معنا عبر الهاتف الصحفي الفلسطيني عبد الله الحمارنة، شكرا جزيلا لك.